فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم سبحانه. هو القائل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية، وبين يدي الإجابة على أسئلة إخواننا، أقول مستعينا بالله عز وجل: إن بعض الناس إذا أرادوا أن يزوجوا أبناءهم من البنين أو البنات أقاموا طبلا وزمرا ورقصا واختلاطا، فإذا قيل لهم هذه الأمور تخالف الشريعة قالوا: هذه ليلة العمر، نريد أن نفرح ثم بعد ذلك سنتوب. أولا، هل تضمنون أن تعيشوا؟ إن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فكم من عروس ماتت في ليلة زفافها، ثم لا يخفى على أحد أن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نعم، إن قلت ذلك في الصباح فقد أديت شكر يومك، وإن قلت ذلك في المساء قد أديت شكر ليلتك، فاستشعر نعم الله عليك. وإن أجل نعمة هي نعمة الإسلام،
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأجل نعمة على أهل الإسلام نعمة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وأجل نعمة على أهل التوحيد نعمة الالتزام بالسنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية، نعم، مع مدارستهم للسنة الخلقية أي الشمائل النبوية، وترطيب ألسنتهم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رطب لسانك بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رطب لسانك بسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رطب لسانك بتلاوة كتاب ربنا الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إخوة الإيمان، فالزواج نعمة من نعم الله علينا، فالنعمة تفتقر إلى شكر، وقد رتب الله الزيادة على الشكر، فقال تعالى في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن الطبل والزمر والرقص والاختلاط من كفران النعم، ومآل ذلك أن تزول النعمة والعياذ بالله. فاشكروا الشاكر الشكور على ما أسبغ علينا وعليكم من نعم ظاهرة وباطنة. وما هو المانع أن يجلس الرجال مع الرجال والنسوة مع النسوة في مكان خاص ويأكلون ويشربون ويفرحون؟ ما هو المانع من ذلك؟ لو أن رجلا من الرجال افتتح المجلس بآيات من الذكر الحكيم، وآخر كلمنا عن شيء من فقه الزواج، وآخر أدخل علينا السرور بقصة ثابتة صحيحة، والنسوة ضربنا الدف فيما بينهن وفرحنا بالعروس، والرجال فرحوا بالعروسين، فهذا شيء حسن. الوليمة أقيمت وأكلوا وشربوا وباركوا لبعضهم البعض، وتنزلت البركات من عند رب الأرض والسماوات، وذلك لتلبسهم بالطاعات ولبعدهم عن الذنوب والسيئات. فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيش يصير؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أي نعم، فهناك أسباب للبركات، ألا وهي الإيمان والتقوى. الإيمان بماذا؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. يكون في تقوى، تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله. أيها الأحبة، فالله الله في الطاعة، واحذروا من المعصية، وحذروا نفسي وعموم المسلمين من ذلك. هذا سائل كريم يقول: هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لأجل زيارة الأهل والأصدقاء؟ هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لأجل زيارة الأهل والأصدقاء؟ الجواب بحول الملك الوهاب: لا تخرج من دارها أثناء العدة إلا لضرورة. أذكر مثالا للضرورة، مثال أن تمرض فتحتاج أن تذهب إلى طبيبة، أو
لا يوجد أحد يشتري حاجياتها من طعام أو شراب أو دواء، فخرجت للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وأنتم تحفظون القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. واعلم أيها الموفق أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، ولا فرق في ذلك بين من بنى بها أو لم يبني بها، لقوله تعالى من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية: فلم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. وأما إذا كانت حامل فعدتها أن تضع ما في بطنها، لقوله تعالى من سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والله أعلم. نعم، وهذا سائل كريم: عقد رجل زواجه على فتاة وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين الزفاف وتوفى قبل الزفاف، فما صحة هذا العقد وما هي الآثار المترتبة عليه كالميراث مثلا؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، هذه زوجة وقد تم الإيجاب والقبول والولي والشهيدين والإعلان وحدد المهر، ولكن المهر على 3 أنواع: مهر نقدا مدفوع نقدا كامل، وعكسه شكوك. شكوك يعني إيه؟ يعني دين. أين؟ وما بينهما جزء مقدم وجزء مؤخر. ماذا فهمت من كلامي؟ أن المهر: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، على 3 أنواع: مقدم كله، مؤخر كله، جزء مقدم وجزء مؤخر. فهذا الرجل الذي معنا في السؤال كان مهره مؤخر، طب مات، إيش اللي يصير؟ 1، المرأة تأخذ المهر كاملا. طب وبعدين ترث منه الربع إذا كان لا يوجد أولاد. طب و3، إذا كان يوجد أولاد ترث الثمن، يعني من امرأة أخرى يعني. أيوة، وعليها أن تعتد 4 أشهر و10. والله أعلم. نعم، هذا سائل كريم يقول: ما المقصود بسنن الفطرة وما حكم الالتزام بها؟ ما المقصود بسنن الفطرة وما حكم الالتزام بها؟ الجواب: حول الملك الوهاب، سنن الفطرة مثل اللحية، إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية فريضة. ماذا تقول؟ إعفاء اللحية فريضة؟ يا أخي اتق الله، اللهم اجعلني من المتقين. إيه والله فريضة. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وارخوا اللحى؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى؟ فوردت وفروا وارخوا واعفوا. وأنت تعلم أيها المبارك أن الأمر الأصل فيه للوجوب، ما لم يصفه صارف من الوجوب إلى الند، وليس هناك صارف. طيب، وأنت تقرأ في القرآن الكريم متعبدا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتقرأ في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتقرأ في القرآن الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وتتعبد في من كلام ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
واتقوا الله إن الله سميع عليم. وتقرأ متعبدا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وتسمعوا قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وتسمع قوله تعالى خلقك فسواك فعدلك, وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وتسمع قول الله تعالى إخبارا عن إبليس ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وحلق اللحية تغيير لخلق الله. فيقول فتك من الفتكين ها؟ طيب وحلق العانة والإبطين تغيير لخلق الله؟ لا, الشعر على ثلاثة أنواع: شعر مأمور به, وشعر منهي عنه, وشعر مسكوت عنه. المأمور به اللح عند الرجال, طيب والمنهي عنه الإبطين والعان, طيب المسكوت عنه شعر الذراعين والساقين والصدر, هذا مسكوت عنه. طيب يبقى إعفاء اللحية إيه؟ فريضة. وحلقة الناس بتفكر إن إعفاء اللحية للإمام والخطيب والواعظ والمفتي, ها؟ لا, كل من قال لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع من الرجال يعفي لحيته إعفاء تاما. أي نعم. يبقى إعفاء اللحية من الفطرة, أيوه. طب قص الأظافر من الفطرة, اليدين والرجلين, أيوه. طب حلق العانة من الفطرة, نعم. طب ندف الإبطين من الفطرة وإذا عجز عن الندف يحلق, نعم. طب المضمضة والاستنشاق من الفطرة, نعم. طب الغسل البراجم من الفطرة, نعم. كل هذا. طب الختان, ختان الرجل, عفوا يعني ختان الذكر وختان الأنثى. ختان الذكر فريضة واجب, وختان الأنثى مستحب. وقد ذهبت السادة الشافعية إلى وجوب الختان للإناث. ولشيخ الجامع الأزهر فضيلة الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه كتيب لطيف خفيف يبين فيه فرضية الختان على الذكور والإناث. قلت والذي يترجح والله أعلم وجوب الختان للذكور واستحبابه للإناث. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية أشمي ولا تنهكي, أشمي ولا تنهكي. أين إلى غير ذلك من الأدلة بارك الله فيكم. أيوة, يعني ختان الإناث ليس تجريما؟ لا, ليس تجريما. إذا حملت البنت إلى الطبيبة وقررت أن تختن تختن, وإذا قررت ألا تختن لعدم حاجتها إلى ذلك خلاص سمعنا وأطعنا. لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي نعم. على كل حال فاصل وسنواصل فلا تذهبوا عنا بعيدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الأحبة الكرام, عدنا إليكم بفضل الله وتوفيقه
وهذا سائل كريم يقول: هل يجوز الانتفاع بالمقابر التي مر عليها مدة طويلة ولم يدفن بها أحد؟ يعني يا أيها المبارك، هو يريد أن ينتفع بها في إقامة طرق أو كذا. على كل حال أنت أوقفت هذا المكان للمقبرة، فهذا يكون وقف مستمر ودائم، بارك الله فيك. أي نعم، فنسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يتقبل منا ما وقفنا، إن كان أرضا لمسجد أو أرضا لمقبرة أو أرضا لكتاب أو ما كان على شاكلة ذلك مما يتسبب في نفع المسلمين، والله أعلم. يقول: ما الحكمة من استحباب زيارة القبور، ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها بعد أن كان قد نهى عنها؟ الجواب في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة المقبرة يا إخوان فيها تحريك دمع العين، وفيها ترقيق القلب، وفيها تهيئة النفس للقاء الله عز وجل، وفيها نفع لإخواننا من المسلمين والمسلمات، خاصة الأرحام، حيث ستدعو لهم بالمغفرة والرحمة وما كان على شاكلة ذلك. سلام الله عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطون إلى الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. أي نعم، طيب، بارك الله فيك. وهذا سائل يقول، يسأل عن قوله تعالى من سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. بقول: ما معنى هذا؟ ما معنى الآية؟ بارك الله فيك. المنافقون الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كانوا إذا علموا شيئا عن المسلمين أذاعوه، خيرا كان أو شر أذاعوه. فلو أن أهل الإسلام عافاهم الله نحو من حاهم لتأثروا بالخناس الذي يوسوس في صدور الناس وتنكبوا الطريق، طريق الهدى. هذا هو المعنى. فالواجب الالتزام بما أمر الله جل وعلا به، فنأتمر، والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه وكذا رسوله فننتهي، والله أعلم. يعني لا نكون على ضرب المنافقين الذين يجهرون ويفشون بما علموا من أحوال المسلمين قاصدين في ذلك إيذائهم، والله أعلم. والسائل يقول: هل يجوز لرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟ أيوة يجوز. يعني إيه يعني؟ يعني أب وابنه. الأب تزوج امرأة وابنه تزوج أخت هذه المرأة، أخت هذه المرأة، يبقى هو وأبوه عدايل كما يقول أهل مصر. يعني لو أنت وأخوك أخذت أختين بسموها عدايل. خلاصة الكلام، السؤال بقول إيه؟ هل يجوز لرجل أن يتزوج أخت زوجة أبوه؟ الجواب نعم، لا حرج في ذلك إن شاء الله. لو رجعت للآية 23 في النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ما تجدوا هذا في الآية، معناها أنه جائز. وسائل كريم يقول: هل يجوز نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى، وذلك بسبب بناء مقابر جديدة أو لفصلهم عن أموات آخرين بغرض الاستقلال عن الأقارب ومنع المشاكل؟ لا إله إلا الله، أيضا المشاكل بين الأموات
عجيب هذا. على كل حال الأصل أن تستبقيهم ولا تنقلهم أين إلا إذا كان هناك مشاكل فعلا، فدرءا لهذه المفاسد تنقل العظام برفق ورحمة، لأن حرمة المسلم الميت كحرمة المسلم الحي، والله أعلم. طيب، ولكن أنا أستغرب والله أننا لا نستفيد ولا نعتبر بالأموات، ويتسبب ذلك في إشكالات بيننا. نسأل الله أن يهديني وأن يهدي عموم المسلمين والمسلمات. طيب، قل ورد في الشرع الشريف الحث على كفالة اليتيم والإحسان إليه ورعايته وشموله بالحنان والحب، فهل يدخل النقيط وهو مجهول النسب في هذا الحكم؟ الجواب بحول الملك الوهاب. أولا، من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه دون الحلم. طيب، فطبعا إذا بلغ لا يكون يتيما، والبنت إذا حاضت لا تكون يتيمة. طب ربنا قال إيه في شأن اليتيم؟ فأما اليتيم إيه فلا تقهر. طب الرسول قال إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. نعم، فبارك الله فيك. اللقيط قد يكون يتيما وقد لا يكون يتيما، أي نعم، ولكن الإحسان إليه والقيام على حسن تربيته على القرآن وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، لك على ذلك أجر عظيم وكبير، أي نعم، والله أعلم. هذا سائل كريم يقول: حكم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وهل يعد هذا من الواجبات الشرعية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من، بارك الله فيك، هذا من الواجبات الشرعية ما لم تصطدم مع الشرع، ما لم تصطدم مع الشرع. يعني مثلا في إشارات المرور، لو في إشارة حمراء ممنوع تعبر، تقول دي ما وردتش في القرآن أو في السنة، لا وردت. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمر في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فريضة، هذا على سبيل المثال، أي نعم. طيب، فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف. لكن لا تواجه الريح وكن حكيما يا أيها المبارك، يعني بين الأمور بعلم وبصيرة ونور وحكمة وأدب واحترام للآخرين، أي نعم، حتى يكون لموعظتك وتوجيهك ثمرة نافعة بإذن رب العالمين، أي نعم. وأنا أريد أن أذكر بما تعلمون، الله تعالى قال في صدر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد المبرم بينك وبين وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال أن تحضر الساعة 7:30 إلى 2:00، في بعض المدرسين يقول لك: أنا ما عنديش حصة، يقوم إيه ماشي. هذا لا ينبغي. طب ليه لا ينبغي؟ لأن لو أتت لجنة المتابعة من المديرية وما وجدوه يأخذوا غياب، وهذا ليس في التربية والتعليم فقط، في جميع الوزارات هذا يمشي. ومدير العمل المدير المباشر حينما تأتي لجنة من المتابعة يتنصل، ليه؟ يتنصل خوفا من المسؤولية. فإذا هو أعان على شيء لم تصرح به الدولة، ف
فينبغي الالتزام بما أمر ما لم يصطدم مع الشرع، وما ذكرته على سبيل المثال وليس الحصر. واحد بيشتغل في شركة يستخدم الهاتف تليفون في أمور خاصة ما ينفعش، يستخدم هاتف الحكومة في أمور خاصة ما ينفعش. أين واحد يستخدم يأتي بشيء يسوي عليه الشاي بيقولوا عليه باللغة العجمية كاتل، ويستخدم الكهرباء بتاع الدائرة الحكومية بدك تدفع مقابل هذا للدائرة. شوف انت استخدمت خلال الشهر بكام، استخدمت مثلا بثلاثين جنيه او اكثر او اقل، تدفع للدائرة المبلغ ده، الا اذا كان هناك نص يصرح لك بهذا. اما اذا لم يكن هناك نص بدك تدفع، تقول ياه انت عاملها على الفتلة، عاملها على الخيط، انت بتدقق قوي، فانا لان انا بحبك أريد الجنة لك كما أريدها لنفسي. وبعدين إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. مثل الرجل الموظف اللي بيذهب العمل بعد العمل بساعة ويخرج من العمل قبل العمل بساعة ويأخذ الراتب كامل، هذا راتبه دخل فيه حرام، ويطعم به نفسه زوجته أولاده ويلبس به نفسه زوجته أولاده. يقول والله يا أخي على قدر فلوسهم. لا يا حبيبي، الشغل عجبك على الراتب ده حياك الله، مش عجبك قدم استقالتك. هذا الأخ اللي قاعد يسمعني يقول آه إيه، قال الشيخ بدأ يحليط وزليط. أنا لا بحليط يا ولدي ولا بزليط ولا أداهن، أنا أبين لك أحكام شرعية. فإذا أنت أتيت عملك بصفة دائمة بعد ابتداء العمل بساعة وخرجت قبل انتهاء العمل بساعة، وكان هذا ديدنك وأنت تتقاضى الراتب كاملا، فالدولة لا تصرح لك بذلك، وبهذا يكون قد دخل راتبك حرام. والله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة. أي نعم، فأغناك الله بالحلال وبارك الله لك في رزقك يا أخي. نعم، هذا سائل كريم يقول رجل توفي زوجته ويريد أن يتزوج بابنة أختها، لكن قيل له لا يصح إجراء العقد حتى تنقضي العدة، ويسأل عن حكم هذا الزواج وهل على الزوج عدة في الحالة. الجواب لا يوجد عدة في هذه الحالة، لأن هي لا يوجد عدة على الرجل، هي ماتت. لكن لو الرجل طلق زوجته لا يجوز أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد انتهاء العدة. أما إذا ماتت زوجته وأراد أن يتزوج بنت أختها اللي تقول لها يا خالة، فهذا جائز لأنها ماتت. يبقى أنظر إلى الفارق بين الحالتين، حالة الطلاق وحالة الوفاة. في الطلاق لا بد من انتهاء العدة إذا أراد أن يتزوج واحدة من التحريم المؤقت كأختها أو عمتها أو خالتها. أما إذا ماتت الله يرحمنا ويرحمها، فيجوز أن يتزوج بارك الله فيك أختها أو بنت أختها أو ما شاكلها ذلك، والله أعلم. أيوة، إذا دخل المسلم المسجد بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، فهل يصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة، أو يصلي ركعتين فقط بنية تحية المسجد والسنة معا؟ الجواب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتحية المسجد دي سنة مؤكدة عند الجمهور وواجبة عند الظاهرية. فحضرتك دخلت المسجد أصلي سنة الفجر القبلية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. الله أكبر، ما صلاة الفجر إيه بقى؟ الفريضة. إذا كان السنة خير من الدنيا وما فيها،
نسأل الله أن لا يحرمنا هذه النعم التي أنعم بها علينا. وانت بقى حضرتك بتقرأ الكافرون والإخلاص في سنة الفجر، كافرون ديا التوحيد العملي، والإخلاص التوحيد العلمي. أي نعم، فالإخلاص دي تعدل ثلث القرآن، الكافرون دي براءة من الكفر. على كل حال، صلاتك لسنة الفجر يعطيك الله بها ثواب سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الفجر القبلية. الكريم يكرمك بهذا من جملة الإكرامات. أين؟ والله أعلم. وتقول تقدمت للحصول على عقد عمل بإحدى الدول، وكان من شروط الحصول على هذا العقد أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الماجستير، ولم أكن حاصلا على هذه الشهادة. خلاص، يعني هم شرطهم هكذا، فإذا لم تستوفى فيك الشروط فنسأل الله أن يفتح لك بابا من الحلال آخر. انتهى الموضوع. أي نعم، أما تروح تضربي شهادة مزورة فأنت عارف من غش فليس منا. أي نعم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا سائل كريم يقول: ما حكم الزواج في الشهر المحرم؟ جائز، لا حرج إن شاء الله. أي نعم، لا حرج أن يتزوج المرء في شهر محرم، فالزواج في محرم حلال وليس محرم. أي نعم. طيب، تزوج في أي وقت ما دمت لست محرما، فالمحرم بعمرة أو بحج لا يخطب لنفسه ولا لغيره، ولا يعقد لنفسه ولا لغيره. أي نعم. وأيضا الزواج في رمضان جائز، ولكني لا أنصحك به. يعني تعقد وتبني في رمضان، انت راجل شاب وتدخل في رمضان، يعني ما فيش شهر الا رمضان، حضرتك هتفطر كل الايام، واليوم ده غير الذنب كفرت صوم شهرين، يعني هيبقى عليك 60 شهر بقى ولا ايه؟ فكن يعني كن واقعيا وكن عاقلا، وانت تقرا قول الله تعالى: بل الانسان على نفسه بصيره. اتجوز بقى يا اخي في رجب، في شعبان، في شوال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أمنا عائشة في شوال، وبنى بها في شوال. وبالمناسبة واحد قرأ هذا الحديث فقرأوا في شوال، فلما جاء اتجوز لي بالشوال. ايه يا عم؟ قال طب السنة يا عم، شوال الواو عليها شدة فتح، انت قرأتها شوال بكسر الشين وفتح الواو، لكن هي الواو عليها شدة فتحة. اين؟ ولذلك لابد من ضبط النطق، لأن عدم ضبط النطق يحيل المعنى. أيها الأحبة الكرام، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل